طب تعالى بقى بما انك طرحت الموضوع نروح لايطاليا. قمه الاسبوع القادم بين يوفنتوس ونابولي، قمه الموسم في الدوري الايطالي. أليجري اللي انت انتقدته كتير جدا، ماشي يعني سيبني افرش طيب وهديك اللي انت عايزه كله. بعد ما انتقدته كتير قوي قوي في بدايه الموسم فعلا، التخبط الكبير اللي كان فيه يوفنتوس، فجاه تبص كده على قائمه النتائج ولا جدول الترتيب تلاقي يوفنتوس محقق 8 انتصارات متتاليه بأليجري ستايل بشباك نظيفه، وبقى المركز الثاني بعد نابولي 7 نقاط، وعنده فرصه انه يقلل الفارق ل4 نقاط فقط بعد ما كان يوفنتوس في الثامن ولا التاسع وبيشوف هيطلع توب فور اصلا ولا مش هيطلع. اولا عايز اكلمك في التحول ده، هل ده صدفه؟ هل دي يعني عشوائيه او نتائج يعني برمه اللي بعد التعثر الكبير يجي شويه انتصارات، خاصه ان انتصارات برضو فيها ما فيهاش صدفه قوي، لان فيها انتصارات على انتر مثلا واحده من القمم في ايطاليا. فدي ده شق، هل انت شايف ان الموضوع جه كده ولا أليجري له بصمه واضحه كانت باينه من بدايه الموسم شويه في الدوري؟ ويعني لا قسم لي بقى الدنيا عشان انا ايه. طيب خلينا نبدا واحده واحده. أليجري هل ليه بصمه في اللي حصل مع اليوفي ده؟ 8 انتصارات متتاليه ده اكيد له بصمه. اكيد له بصمه. ب ب ب ب يعني هو السبب الوحيد؟ لا طبعا. بس خلينا نتفق ان قبل الثمان انتصارات ده كان فيه تخبط كبير. لا ده كان فيه هزيمه من مونزا، ده حقيقي، اول فوز في تاريخ الدوري الايطالي، وهزيمه من ميلان، وسالرنتانا تعادل تقريبا مع سالرنتانا، وخروج فاضح من دوري ابطال اوروبا. طب ايه اللي حصل عشان الثمان انتصارات دول يحصلوا؟ عشان بقول لك، وما زلت بقى اهاجم ماسيميليانو أليجري. أليجري بيكسب بفكره، هو مصطلح هو قاله في احد المؤتمرات الصحفيه، قال لك الكورتوموزو. ايه هو الكورتوموزو؟ قال لك اللي انت خنقتنا بيه على الفيسبوك يا اخي. الكورتوموزو ده هو انف الحصان. فقال لك في السباق انت مش لازم الحصان كله يعدي عشان تكسب في سباق الخيل. انت عايز الكورتوموزو بس. انت عايز مناخير الحصان تعدي، لو مناخيره عدت قبل الحصان اللي جنبيه الكورتوموزو انت كده كسبت. فواحد صفر كفايه. تمام، 1-0 كفايه. بس قال 1-0 هي تليق بفريق او تساعد فريق لتحقيق بطوله؟ طيب اعتراضك على 1-0 كنتيجه ولا بتتكلم على اداء الفرقه عموما؟ على الاداء طبعا. انت كسبان 1-0 بهدف اركاديوش ميليك في الدقيقه كام؟ في الدقيقه لما كسب كرومونيزي في الدقيقه 92. يعني في الاواخر خالص يعني. وكسبان هودينيزي بهدف في الدقيقه 86 دانييلو. فبالتالي انت بتخطف. الحاجه الوحيده اللي حصل فيها تطور ملحوظ، مش هقول طفيف، تطور ملحوظ في اداء يوفنتوس، عودة الروح. الفريق بقى عنده روح، وهنا تحسب لأليجري وتحسب لكيزا. عودته طبعا اضافه كبيره جدا. طبعا. ومع ذلك يوفنتوس لم يلعب مكتمل الصفوف منذ بدايه الموسم. ده يرجع طب مش بتحط عذر بس برضه بتقول في من ال لا مش عذر طبعا، لان انا هاجمت أليجري كتير جدا وهو بيقول لما يرجع لنا بوجبا وكيزا، لما يرجع لنا بوجبا وكيزا. سواء يوفنتوس السنه دي ولا لاعب بوجبا ولا كيزا ولا دي ماريا ولا فلاهوفيتش ولا مره من بدايه الموسم.